كل الجولات الميدانية للسيد رئيس الوزراء هعيدها تاني حتى لو عد عليها 5-6 أيام، لأنه الحقيقة يوم السبت راح بني سويف، وأنا قبلها بيوم كنت بتوقع زيارة السبت، أنا مسميها كده زيارة السبت، إنه يا ترى هيخرج إمتى من القاهرة. هو خرج في جولات سابقة، لكن تاني يوم لما راح بني سويف أنا يعني شعرت باطمئنان كبير جدا. وبالمناسبة أحد رجال الأعمال بعت لي رسالة بيقول لي ده كل الصحف وكل الجرايد، لازم اطلعها، كل الصحف وكل الجرايد وقنوات التلفزيون بتعمل دعايه للقطاع الخاص. هو بيشتغل في نفس المجال يعني، فبقول له قطاع خاص ايه اللي احنا بنعمله دعايه؟ قال لي المصنع اللي زاره بتاع الادوات الصحيه رئيس الوزراء. قلت له والله احنا كده نجحنا، ده هو ده اللي احنا عايزينه، كل مصنع هيزوره رئيس مجلس الوزراء هنعمله دعايه ببلاش. طبعا تاني اهو ادي المصنع اهو دعايه ببلاش. مش انت هتشغل عمال؟ مش انت بتقوي المنتج المحلي؟ ايوه. مش انت هتصدر؟ ايوه. عايز تفتح خطوط انتاج؟ ايوه. ما انا معاك برضو، مش الحكومه بس والاعلام كمان، انت عارف عشان تاخد الاعلان ده بيه ودي هتدفعك كتير قوي الوكيل الاعلاني بتاعنا. بس لا خلاص، طالما رئيس الوزراء راح وفي زياره بهذا الشكل انا مع القطاع الخاص. فكل التحيه وكل التقدير للناس اللي بتقوم على ترتيب هذه الزيارات للسيد رئيس مجلس الوزراء وللمتابعه، وهنتابع مع كل الشركات وكل المصانع ونعمل لها دعايه قد كده 10 مرات عندما يعني يزورها السيد رئيس مجلس الوزراء.